المنتج الكبير وليد منصور، بنرحب بيك على بوابه الهلال. اهلا بيك فندم. اهلا بيك. انطباعك ايه عن الاوسكار في دورته الثالثه النهارده؟ انا شايف ان ده اصعب مهرجان، لان ده النجوم كلها بتيجي وهي مش عارفه مين اللي فايز بجد، فوثقتهم في ان ماجد حسني في الاخر هيعمل مش هيبقى فيه تلاعب في النتائج، ده اللي بيخلي الناس تيجي بجد. بقول له مبروك يا ماجد الدوره الثالثه، وان شاء الله الرابعه والخامسه والسادسه ان شاء الله. يعني استعداداتك ايه للجزء الثاني من البدله؟ ان شاء الله نصور في نص مارس الجاي 2019 عشان ننزل عيد كبير ان شاء الله. طمنا على صحه تامر حسني. يعني ربنا يستر، بس هو الحمد لله ما فيش تدخل جراحي، محتاج راحه على الاقل شهر، هيسافر امريكا بكره وربنا يسهل ان شاء الله يرجع لنا بالسلامه ان شاء الله. اخر استعداداتك ايه لكازابلانكا؟ صور بعد 10 ايام من دلوقتي ان شاء الله. ان شاء الله.